أصبح الملك لله ولا إله إلا الله سيدنا نبينا محمد رسول الله. إحنا في سوق الدلنجات يوم السبت ومعاكم قناة المواشي اليوم، وتعالوا نشوفوا النتيات التربية البقري مع المعلم رجب حبيب بتاعكم زمران مركز الدلنجات محافظة البحيرة. الله أكبر. صلى على النبي. السلام عليكم عم رجب. الله وبركاته. عامل إيه يا غالي؟ الله يبارك فيك، الله يقويك ويعين. الحمد لله. الجو عامل النهاردة في الدلنجات عم رجب؟ الحمد لله. يعني الجو غالي ولا رخيص النهاردة؟ والله غالي، كلها غالي. بسم الله ما شاء الله. اعمار كم شهر كده عم رجب؟ انا اعمار كل مثلا كل 8 شهور. 8 شهور يا جماعه. بسم الله ما شاء الله، اللهم صل عليك يا نبي، فرج ومل عينيك وصل على حبيبك النبي، اللهم صل عليك يا نبي. اعمار 8 شهور يا جماعه، انتهيتين. بسم الله ما شاء الله، ربنا يبارك للمال واصحاب المال. الله اكبر. بسم الله ما شاء الله. كم وكم عم رجب؟ 5600 وديت 5400. 25 و600 و25 و400 يا جماعة، يعني 51,000 في الاثنين. بسم الله ما شاء الله، اللهم صل عليك يا نبي. اللهم صل عليك يا نبي. الله أكبر، الله أكبر. حد كلمك يا عم رملة؟ حد راح يمك؟ ايه دماغنا بوجعنا يعني؟ انا يمك خلاص يا عم رمله. تشويق ايه كل يوم ذاك عيش يا عم رمله؟ في ناس قاعده مستنيه تشوفك يا عم رمله وتشوف غيرك. اتكلم باحترام وادب عشان انت على الهواء. ايوه. فرش منديل يا عم رجب. على الرمله وفرش منديل. على الرمله وفرش منديل، يعني فرش منديل على الرمله. اللهم صل عليك يا نبي. 51,000 يا جماعه. بسم الله ما شاء الله. تبارك الله غالي، اللهم صل عليك. معك حاجه غيره مع عم رجب؟ الحمد لله، ما كان معانا وبعنا فاضيش الا الاثنين دول. الله يصلح حالك يا عم رجب، اخر اثنين معاك. انت طول عمرك بتشتغل في المال اللي حلو. احلى استاذ وائل في الدنيا. الله يبارك لك يا عم رجب، ويصلح حالك وحال الجميع. بسم الله ما شاء الله. ملينا الرقم عم رجب. 010 010 06 06 06 2 4 5 6 5 6. المعلم رجب حبيب. المعلم رجب حبيب، كوم زمران مركز دلنجات محافظة البحيرة. الله يبارك له ويصلح حاله وحال الجميع. اللهم صل عليك يا نبي. عود بقك على ذكر الله، ربنا يبعد عنك البلاء. شوف المال دوت، صل على النبي عليه الصلاة والسلام. لا اله الا الله، لان المال دوت عايز اللي يكون راجل طاهر. الله اكبر. اللي يجنيه يكون طاهر. ايوه الله يبارك لك يا عم رجب. ها مال طيب والله. الله يبارك لك ويصلح حالك يا عم رجب وحال الجميع. عامله ايه يا من تهدى يا معلم تامر؟ عرباه ومزارع يا جماعه. بسم الله ما شاء الله على الماء. عامله ايه؟ 15 ونص. يعني الاسعار النهارده كويسه ولا؟ 18 ونص. يعني الاسعار في الارتفاع ولا في النازل؟ لا الاسعار في الارتفاع. صباح الخير يا عم الحاج. حبيبي يا عمده. ايه النور ده؟ انت من زمان غايب علينا يا حبيبي يا غالي، وحشني والله. الله يبارك لك والله. الاسعار عامله النهارده؟ الاسعار حلوه خالص، 100 100. السوق 100 100. فاضل معاك حاجه ولا خلصت؟ لا خلصت والله. الله يصلح حالك. جاب 13 وبعتهم. انت طول عمرك عندك مصداقيه، عشان كده حاجتك ما بتقعدش. الله يكرمك يا عمده. الله يبارك لك ويصلح حالك. الله يصلح حالك. امورنا باخدنا غالي حبيبي. الله يبارك لك ويصلح حالك يا حاج. بسم الله ما شاء الله. اسعار النتايات التربيه يا جماعه في سوق الدلنجات اسعار 100 100. ربنا يصلح حال الجميع يا رب. اللهم امين، ويصلح حال الكل. الله اكبر. صباح الخير يا معلم. الله اكبر. عامله كام الخليط سمنتلي؟ 23 ونص. اللهم صل عليك يا نبي. مال وحلاوه يا جماعه. بسم الله ما شاء الله. 23,500. الله اكبر. يعني عمره قد كده 8 شهور ولا كده؟ 7 شهور. 7 شهور. بسم الله ما شاء الله، اللهم صل عليك يا حبيبي. اخر واحده معاك ولا ان شاء الله؟ الله يبارك لك ان شاء الله. بسم الله ما شاء الله، والله مالك مال حلو يا عم، طريق حلو. الله يبارك لك ويصلح حالك. ادينا رقمك لو حد عايز حاجه برضه تواصل معاه. 011 011 463 463 24 2 4 3 9 0 3 9 0. الاسم والمكان؟ عبد الناصر جبارس جدا. المعلم عبد الناصر جبارس يا جماعه، تبع تيل بارود. الله يبارك له ويصلح حاله وحال الجميع يا رب. اللهم امين. بسم الله ما شاء الله، اللهم صل عليك يا نبي. بسم الله ما شاء الله، ربنا يصلح حال الكل. صباح الخير يا حاج. عامله ايه من النتا دي؟ عامله ايه؟ 22 22. الاسعار حلوه النهارده ولا غاليه ولا مرتاحه؟ هادي يعني. ربنا يرخي العباد. الله يصلح حالكم. بسم الله ما شاء الله.
اللهم صل عليك كنت. صباح خير يا كبير، كل سنه طيب. الاسعار عامله النهارده في الدنيا الاسعار حلوه يعني، نازله شويه نازله شويه، ربنا يرخي على العباد. في ناس بتقول نازله وفي ناس بتقول طالعه مش عارف ايه. عامله ايه من تادي؟ 19,500. اللهم صل عليك كنت. بسم الله ما شاء الله، 19,500 يا جماعه في سوق الدرنجات. طيب حضرتك حاج طيب عرفنا باسمك ومكانك وادينا رقم تليفونك لو حد عايز حاجه تواصل معاه. هشام اللمع. المعلم هشام اللمع قاعد فين؟ المعلم هشام اللمع قاعد في قوم حماده. قوم حماده وتجار قوم حماده، الله يبارك لك. ادينا رقمك لو حد عايز حاجه تواصل معاك. 012 012 كام؟ 75 63 سبعة سبعة أربعة أربعة اثنين. الله يبارك لك ويصلح حالك واجعل صباعك أبيض. اللهم صل عليك يا نبي. ما تنسوش اللايك والاشتراك لقناة المواشي اليوم عشان يوصلكم الأسعار يوم بيوم. أشكركم على حسن المتابعة داخل مصر وخارج مصر. أنسيبكم في رعاية الله وأمنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.